دقت الساعة إذانا ببدء يوم عمل جديد، وتدور عجلة الخدمات الطبية وتنطلق كمرحلة أولى في برج النساء والولادة في مستشفى الجهراء الجديد بنسبة تشغيل 20% من مجموع المراحل التشغيلية في المستشفى ككل. دشنا الخدمة وما شاء الله في أول يوم تم مناظرة كثير من المرضى في العيادات الخارجية، زيد عن 270 مريض تم مناظرتهم، وأيضا تم عمل كثير من السونارات لهذه للمرضى، 120 سونار في أول يوم افتتاح. وطبعا تمت الحمد لله عدة ولادات في مستشفى الجهراء من قيصرية. العمل قائم وجاري لتشغيل 3 أبراج طبية متبقية، وفي القريب العاجل سيتم الاستعانة بمؤسسات طبية عالمية لإدارة المستشفى، وإن شاء الله في المرحلة القادمة سوف يتم تشغيل مبنى الأطفال في المستشفى أيضا. سيتلوها طبعا بعدها الجراحات العامة والتخصصية، وبعد ذلك سوف يتم نقل المرحلة الأخيرة هي الخدمات الباطنية. الآن إحنا في صدد طرحة لمشغل أجنبي يقوم بتشغيل المستشفى حسب المعايير اللي وضعتها وزارة الصحة وحسب المعايير العالمية، وإن شاء الله راح تكون في القريب العاجل. ولله الحمد التشغيل بدأ من أمس وساير على بشكل سهل وسلس، ونقلنا المرضى اللي تابعين المركز الأمومة والأطفال الخدج من المبنى القديم، وتمت عملية النقل في كل سلاسة. برج النساء والولادة يحتوي على 14 طابق نعلي وسرداب، ومجموع عدد الأسرة في البرج 180 سرير. طبعا الخدمات هي نفسها، وبعض الخدمات راح تضاف اللي هي خدمات الدقيقة، بعض الخدمات الدقيقة تكون طفل الأنابيب يكون من أكبر سنتر في الكويت إن شاء الله.